بلاي تقريبا نجم الساحلي يضمن نقاط المقابلة نتاعو ضد مستقبل سليمان، نجم تقدم آخر اللحظات من المقابلة 2-0 أهداف كوليبالي وكذلك ستالي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل فنية بخصوص المقابلة، تقريبا أغلب الجماهير ما شهدتهاش المقابلة هذه ولو أني تعديت على قناة اليوتيوب نتاع إيطوال. أنيس الناصري اللاعب السابق والمسير السابق في إيطوال كان موجود في ملعب المقابلة. أنيس أهلا بك. أهلا مرحبا بك إسلام وتحية مستمعي إذاعة التسلسل. أنيس، تقريبا أول فوز للنجم الساحلي مع روجي لومير في 6 مقابلات 6 تعادلات، وهذا أول فوز لإيطوال، كيفاش كانت اليوم؟ ساق وزو شيء تعرف انت وزيت في ستاد برشا حس في حدايا ان شاء الله تسمعوني في قدام ميساج 5-5 اهم حاجه الفيكتوار تو ما نقعدش نفرق في المانيير وكل دونك تروفوا مهمين برشا تعرف بالذات ان مقابلات معناها مهمه برشا خاصه في الترتيب نتاع البطوله تعرف الحقيقه الوضعيه نتاع النجم الساحلي خاصه في الترتيب مش متنسين بها دونك الحاجه المهمه هي الانتصار اليوم باش يخليك مو تشوت معناها دو واحد تخلي دو سكيب معناها وراك عندنا مقابلات اخرى بها ست سنه فينا مسير وكل فبريكان ان شاء الله ما يكملوا يحضروا المقابلات نتاعهم كما هيك باللون بي هذا والموتيفاسيون اللي موجوده نحن وانا كنا مبشرين خير بعد مقابله الترجي في المردود خاصه نحكيو على المردود وعلى الموتيفاسيون تاع اللاعبين كل اللي خلتهم معناها يعطيوا خير ما عندهم برغم الظروف الصعيبه اللي تعرفها الناس الكل ان شاء الله الاتوال معناها تستنى هكا وكما قلت انا فنيا نشوف اليوم الاتوال معناها دوميني لو ماتش اهم حاجه زي كيف كيف فرحانين برشا بعوده مين بن عمر عنده مده اللي ما نعرفش اليوم لك فرانس معناها هي اللي ظهرت اليوم في التيران بوغاتاس مين كيف كيف بالنسبه لهذا اللي معناها من ماتش لماتش قاعد يقدم في مردود الاخير وقاعد يركز في التيران معناها يوري ما عنده وديما لاتوش التكنيك الاخرانيه نتاعو كانت معناها موجوده بيان سور هذا كيف كيف كل بالي قادم ان شاء الله معناها كل يخليه يعطي حافز اكثر باش يجي قدام الكاج يركز اكثر ويماركينا دونك قلت لهم هذول الاطفال اليوم ما خسرتش عملت شيء باش تنتصر بدل المردود يتحسن الاخير كما قلت بالنسبه لي نحن تو الوضعيه نتاع الاطفال اذا نرفعوا نلموا لي فوان باش ما تبعد من الكلاسمون اللي هي فيه خاطر هي ماشي مواجهتها وماشي تنسى فيها دونك نكملوا مشوار البطوله ان شاء الله مبوتي وان شاء الله ربي يجيبنا في السؤال. كوليبالي سجل اليوم كيف كيف اللاعب جديد ستالي كيف كيف سجل كيفاش شفتها مانيس لزوج اللاعبيه هذا؟ اش قلت لي قلت كوليبالي شكون؟ ستالي هو سجل الهدف الثاني هكا ولا؟ والله هو شوف ستالي معناها بدك يدخل الحقيقه معناها ما عملش كيف هو معناها هكا مجهود كبير جست جات قدام الكره ضربت ودخل بقى كوليبالي ما قصرش معناها في الهجوم معناها كان حارس كل بلاصه كيما قلت لك اهم حاجه سيرتو نحن فرحانين اكثر اول حاجه على عوده الجماهير اللي خلت عطات الحافز اكثر من اللعبيه ونعرف اللي تواجد ديما دور الجماهير كان يعاونها بالكدا بالكدا بارك الله فيه معناها نخرج شيء من ناحيه الكره بارك الله في المسير معناها اللي عطاتنا تسمحولنا باش يدخل الجمهور تاع الاطفال باش يعاون الاكيب وثم برشا مؤثرات باهيه خاصه زاد كيف كيف معترف بهم اليوم معناها يكونفيرم الماتش اللي هو الحقيقه معناها تاس تريس ولا في الاكيب واعطى اكثر توازن في الميدان وقاعد يقدم قاعد ياخذ معناها في بيرسوناليتي اخرى في الاكيب دونك ان شاء الله الاطفال معناها مازال تعطي خير من هكاك هو بيجي بيفصل فهمت يعطيك الصحه ما نطولش عليك انيس مازلت في الملعب مشكور جدا على دخلك معنا مبروك الفوز للنجم الساحلي وان شاء الله حظ اوفر لمستقبل سليمان في المقابلات القادمه الاسبيرونس مازلت تقريبا في اخر اللحظات متعادله مع امل حمام سوسه دون اهداف بعد شويه باش يكون معنا في اخر جزء سامي العروسي ناخذ من عنده اهم ما صار في مقابله الاسبيرونس التحليل الفني الاسباب تقريبا التعثر المؤقت نقول قبل نهايه المقابله ترجي قبل نهايه ماتشوه مع امل حمام سوسه مازالوا تقريبا نعم في دقيقه 91 و30 ثانيه الحكم كان ضاف 5 دقائق للترجي الرياضي التونسي في الماتش هذا على كل بعد شويه باش يكون معنا سامي العروسي.